معالي وزير التخطيط والزملاء في الصندوق السيادي، وطبعا كل الحضور يعني برحب بحضراتكم جميعا. واسمحوا لي يمكن في بعض الرسائل الصغيرة، يعني بناء على المداخلات اللي حضراتكم قلت لها هرد في بعض الرسائل السريعة جدا. موضوع الطروحات، ويمكن دكتور هاني أشار ويمكن قالها حرجا بعض الحكومات اللي قبلية، لا احنا كحكومة كمان قلنا خطتنا لعمل الطروحات، وقلنا ان احنا كنا بنستهدف عدد معين من الطروحات. ولكن في الآخر هو الهدف الأساسي من الطروحات ايه؟ الاستفادة بأصول الدولة وتعظيم الاستفادة بهذه الأصول من خلال ان احنا لما بنطرحها طبعا بيبقى هدف ان احنا يعني اولا نتيح فرصة سواء الطرح العام للمواطن أو حتى للقطاع الخاص أنه يدخل معانا ويزيد من فعالية ونجاح هذا الأصل اللي احنا بنطرحه. ولكن في نفس الوقت في هدف مهم جدا أن أنا أحقق أفضل عائد مادي للدولة من هذا الطرح، وبالتالي اللي بيحكم الطرح هو ظروف، خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، هو ظروف البورصة وسوق المال بصفة عامة اللي احنا بيحكم عملية الطرح. والكلام ده اللي بيساعدنا فيه مش احنا فقط كحكوميين، بيساعدنا فيه بنوك استثمار متخصصة هي اللي بتنصح الدولة وبتقول له اختار التوقيت المناسب للطرح، زي ما يمكن أستاذ إبراهيم سرحان كده اتكلم على إي فاينانس لما طرحناه. وبالتالي لازم ناخد بالنا ان احنا يمكن احنا بقالنا 3 سنين في ظروف شديدة الاستثنائية، من أول بداية 20 مع البورصة، مع آسف كورونا، ومع اللي بيحصل من ساعتها، والبورصات كلها بتعاني وعلى الأخص البورصة المصرية من مشاكل. فبالتالي إحنا لازم نتحسب في اختيار محاولة اختيار الوقت المناسب لعملية الطروحات. لكن في نفس الوقت ده لا يمنع إن إحنا شغالين فعلا على تحضير عدد كبير من الشركات، لأن لما بنتكلم بقى على طرح أولي زي اللي تم الإي فاينانس ده بيبقى عايز شغل ممكن قبليه بيصل إلى أنه بيستغرق سنة على الأقل عشان يجي حد يقيم الشركة صح، طالما أنها شركة لم تطرح من قبل، فبالتالي ده بياخد وقت طويل، أحياناً بيصل إلى سنة وأحياناً ممكن يبقى أكتر. فبالتالي بتبقى هذه الفترة لازم أن احنا نعمل ما يطلق عليه الفحص النافي للجهالة ونصل إلى التقدير الأمثل للأصول بتاعتنا. أنا بقول لحضراتكم وبقول لكم إحنا بالفعل شغالين على هذا الموضوع، بس لا نعلن على عدد كبير من الشركات النهاردة عشان نخلصه وتبقى جاهزة لعملية الطروحات. لكن نرجع تاني ونؤكد لازم نختار الوقت نقدر نقول الأكثر مناسبة عشان لما أطرح أجيب أفضل عائد للدولة من هذا الموضوع، وإلا يبقى لازم إحنا يعني أنا خلينا أقولها المواطن البسيط يحاسبنا ويقول لنا كحكومة إزاي تفرطوا في أصل بقيمة متدنية في وقت إنه ممكن كان يبقى الأصل ده أفضل من كده لو طرح في وقت مناسب أكثر. نتكلم على الصندوق السيادي، ويمكن عشان بس معالي الوزيرة صحيح هي رئيس الصندوق ولكن هي أيضا وزير في الحكومة، وحضرتك أشرت على موضوع وزارة قطاع الأعمال والصندوق السيادي. هدف الصندوق في الأساس زي ما القانون بيقول هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة كلها، وبالتالي الرؤية اللي احنا شغالين عليها في الصندوق ان احنا نبدأ بالتدريج زي كل السنادين، نبدأ خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة بالأسهل اللي نقدر نقول عليه كويك وينز علشان يبدأ نفعل دور الصندوق بصورة سليمة. وبالتالي احنا نقلنا ليه عدد من الأصول الثابتة زي ما الدكتورة سحر كانت بتتكلم على رأسها، مثلا مجمع التحرير، وبالفعل كان في طرح ناجح جدا وبدأنا نفعل من هذه الأصول، وعندنا عدد من الأصول الأخرى الثابتة اللي بقت في حوزة الصندوق وبنحضر قائمة أخرى، وكل شوية بنضيف يعني مجموعة من هذه الأصول عشان نضيفها للصندوق، لأن قانون الصندوق لديه مرونة أكثر بكثير جدا 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 من كل كيانات الدولة، وهو الهدف من إنشائه هو كده، إن هو نقدر نديله المرونة عشان يقدر يعظم الاستفادة من هذه الأصول ويدخل بيها ممكن سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو حتى يتيحها للاستثمار المباشر عشان يبقى هو قائم على هذا الموضوع. فدخلنا بموضوع الأصول. الحاجة التانية إن دخلنا بالمشروعات الكبرى الجديدة اللي بتطرحها الدولة في مجال البنية الأساسية وتحديدا في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر،
وبرضو قلنا للصندوق ان هو يقدر، لان دي كلها مشروعات نقدر نقول عليها جرين فيلد، مشاريع جديدة. فبالتالي نقدر النهاردة ان يعني نترك للصندوق الفرصة ان هو ينطلق ويدير المنظومة ويستغل برضو مرة أخرى مزايا اللي موجودة في القانون بتاعه عشان يقدر يطرح هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة وتحقيق أفضل يعني عائد اجتماعي واقتصادي للدولة من هذه المشروعات وطرحها. الجزء الثالث وده اللي احنا برضو بنتحرك فيه، وهو نقل بقى كيانات، أو يعني مش بنتكلم على أصول، بنتكلم بقى على شركات تابعة للدولة للصندوق عشان برضو يبدأ ان هو يبدأ يعني يجهزها لعملية الشراكة مع القطاع الخاص او لتعظيم الاستفادة منه. وخلينا نتكلم، ده بيبقى اصعب جزء، وحضرتك اشرت تحديدا لشركات قطاع الاعمال، وحقول لحضرتك دكتور هاني حضرتك عارف الكلام ده، احنا عندنا شركات اللي بتتبع قانون 203 لقطاع الاعمال، ليست فقط في وزارة قطاع الاعمال ولكن في وزارات كثيرة. لكن خلينا نتكلم ونعترف بمنتهى الأمانة، هذه الشركات حضراتكم عارفين تاريخها بقاله عشرات السنين، فيها تحديات كثيرة، تحديات طبعا يعني نتكلم بمنتهى الشفافية، أحجام عمالة ضخمة جدا، أكبر بكتير جدا من المفروض أنها تبقى موجودة، مكبلة ممكن تكون بخسائر، مكبلة بحاجات كثيرة جدا اللي من شأن هذه الحاجات لو أنا نهاردة نقلتها للصندوق، معلش أنا هبقى بعطل مسيرة الصندوق ومنتهى الوضوح، لأن معنى الكلام ده أنت عايز تنقله حاجة، خلينا نقولها باللفظ اللي حضراتكم عارفينه، حاجة نظيفة يقدر أن هو على طول ياخدها ويقدر أن هو يجري بيها ويعظم الاستفادة منها. فبالتالي لازم نختار بدقة إيه هي الشركات اللي يقدر النهاردة لما بننقلها للصندوق نحقق الهدف من هذا الموضوع، ونقدر كصندوق يجري وياخد هذه الشركات ويعظم الاستفادة منها. بالفعل احنا شغالين على هذا الموضوع، وبنختار وبننتخب مجموعة من الشركات في كل القطاعات التابعة للدولة. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله مئات الشركات اللي مملوكة للدولة، فبالتالي بنحاول نختار مرة اخرى الشركات بنفس الطريقة، الشركات اللي ممكن يكون يعني نسب نجاح إنها بعد كده لما تنقل للصندوق نقدر إن إحنا مع إعادة هيكلتها وتطويرها إنها يبقى ممكن تدخل فيها شراكة مع القطاع الخاص تبقى سهلة. لأن النهاردة لو أنا نقلت له الشركة سين اللي بتحقق خسائر بالمليارات واللي فيها أنا آسف أقول 50,000 عامل، طب هو الصندوق هيعمل إيه؟ هيغرق. فإحنا مش الهدف من الموضوع هو ده، فعشان كده إحنا بنتحرك فعلا في هذا الموضوع، بنحدد النهاردة ومحددين بالفعل مجموعة من الشركات الصندوق النهاردة بندرسها عشان نبدأ زي أي صندوق استثماري في أي دولة سيادي إن هو نبدأ ننقله تدريجيا. لكن الصندوق إحنا عمره النهاردة لا يتجاوز فعليا العامين، لسه أقل من كده، فبناخد الموضوع بصورة تدريجية علشان نقدر إن شاء الله نضمن نجاح الصندوق. أنا حبيت بس أعمل هذه المداخلات علشان يمكن آخر نقطة بأكد على دكتورة صحر، بالتأكيد احنا عارفين أصول الدولة بمين بيملكها، ويعني معروف يعني كل الأراضي كل العقارات كل الشركات بالفعل لدينا يعني الحصر الكامل بهذا الموضوع، ولكن مرة أخرى هي الفكرة كلها اختيار الحاجات الملائمة اللي ممكن بالفعل إن لما ننقلها للصندوق نحقق النجاحات المأمولة في هذا الشأن.